حاج وائل تسمعني؟ اسمعك اخونا، عليكم السلام، تفضل حبيبي. طيب حاج وائل، حديث كتاب الله وسنتي، هل السنة تحتاج حديث للاتباع؟ يعني هذا تريد تقول لي انه ما عندكم حديث، ذاك ما تحتاجون حديث، صح؟ يا عشان بدون ما تبرر، انا سؤالي واضح، السنة تحتاج حديث للاتباع؟ طبعا، شلون لا، احنا اذا نريد نتبع النبي غير يعلمنا يقول لك فعله قوله، شلون لا، غير النبي يقول كذا وكذا. حاج وعد، اشرح لك، ابسط لك الموضوع. يلا بس. السنة قول وتقرير وفعل النبي. ايه؟ السنة قول وتقرير وفعل النبي. ايه؟ وتقرير النبي متى ما اقر النبي فهو متبع. اي نحتاجه، اي هاي كلها نحتاجه، نعم نحتاجه. نعم نحتاجه. الرسول هل بحاجه يا حاج وعد، الرسول بحاجه ان يقول اتبعوا سنتي او نعم بحاجه، نعم 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 اتاكم الرسول فخذوه، نعم بحاجه، نعم بحاجه، جوابي بحاجه، اي جوابي نعم، نعم بحاجه. اكمل لك ليش تكمل؟ خلاص فهمت. الله قال ما اتاكم الرسول فخذوه. طيب احسن احسن، خلاص اذا هدوء هدوء، خلينا نفكك عبارتك، هدوء هدوء، خلينا نشوف انت على صح. انا قلت نعم، انت ضربتني بالايه، يعني تضرب دليلي ما اتاكم الرسول فخذوه، صح؟ نعم صحيح. بس شوف راح اناقشك، اذا تخرج عن الموضوع انت هارب، راح افكك وياك العبارات. احسن. ما اتاكم الرسول فخذوه، ما اتاكم من قول وفعل وتقرير، كله ناخذه، صح؟ صح. اذا النبي معصوم في كل شيء. نعم صح. يعني ما معصوم فقط في التبليغ. ما معصوم فقط بالتبليغ. معني فيما اقره الله له، نعم صح. لا 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 لا، هذا قيد، اسمع، هذا قيد، ما في موجود بالايه. ما لا، الله قال ما اتاكم، اسمع، ما قال ما اتاكم الرسول فخذوه، هذا عموم. سؤالي عندك، النبي كل ما اتى به النبي من اقوال وافعال، مو فقط تبليغ وغير التبليغ، تاخذ به ولا لا؟ طبعا كل ما اتى الرسول اقره الله اخذ به. لا شو زين، اصبر، شنو تعني باقره الله؟ ماذا تعني؟ يعني النبي ياتي بافعال لم يقر، يعني النبي عنده افعال لم يقره الله تبارك وتعالى عليها، تقبل؟ نعم نعم. ايوه اسمع اخواني، سمعتم؟ سمعتم؟ اذا النبي عنده اقوال وافعال ويقر امورا والله ما يقر عليها، يعني الله ما راضي والنبي يسوي. ايوه زين، اذا الله ما اسمع، اذا النبي فعل والله ما راضي، نعتبرها سنة ولا ما نعتبرها سنة؟ لا ليست سنة. شنو هي؟ شو يسموها؟ الله أكبر. أنا أقول لك. الله أكبر يا ربي. الله والله حق الأشياء. شوف إخواني يسوون النبي إنه عنده أقوال ما نتبع فيها، وعنده تقرير لا نتبعه فيها، وعنده أفعال لا نتبعه فيها. ليش؟ لأن الله ما وافق عليها. يعني النبي يعمل أعمال يخالف الله. الله أكبر يا شيعة. حق لكم ان تفخروا. خلاص تدليس، انتهيت تدليس. طيب اسمعني بارك الله. الان هل الله اقر النبي على تحريم العسل او لم يقره؟ جاوبني، قلنا مولاه. النبي ما حرم العسل. يا حبيبي لا تكذب على الله، انا اقول لك الله لا تقول لي لا تكذب. شوف انت شوف، اذا تريد تسيلي اسمع، اذا تريد تسيلي اصبر، النبي حرم العسل. اعتذر اسمع، اعتذر الان تريد تتكلم بالعسل. هدوء. شوف انا ما انتقل من نقطه حتى نعلن اما انا عاجز اما انت عاجز عن النقطه الاولى. الان انت قول للجميع، انت قلت تدليس، انت تفضلت مشكورا، قلت ان النبي صلى الله عليه واله يفعل ويقر ويقول امورا لا يقبلها الله تبارك وتعالى او لم يقرها له رب العالمين، قلت ولا ما قلت؟ قلت نعم صحيح. احسن. اذا هدوء، اذا على كلامك، بس راح اعطيك مجال، على كلامك اذا النبي مشطور الى شطرين، نبي افعال يقره الله تبارك وتعالى، ونص الاخر لا يقره الله تبارك وتعالى. هذا نبي نص ونص. زين الان شنو يعطيني 10 امور النبي خالف بها الله تبارك وتعالى؟ ابدأ بالأول، تفضل. طيب الآن كما أصلت دعني أواصل. ما حق لي؟ بارك الله. الآن يا أخوة، السنة لا تحتاج أي حديث للاتباع، لماذا؟ لأن الله قال ما أتاكم الرسول فخذوه. الآن هل الرسول كل ما أتى به على الإطلاق يأخذ به؟ لا أبدا. لا ليس كذلك صحيح، لماذا؟ لأن عندنا آيات نزلت توجيها للنبي. أول آية، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك.
الآن الرسول حرم، فنزل توجيه إلهي يا محمد عليك الصلاة والسلام، هذه من كيسي يا محمد عليك الصلاة والسلام، لا تحرم ما أحلال لك، هذا حلال لا تحرمه. زين هدو ما قاطعتك ما قاطعتك، بس لا تنتقل، ماشي أكمل أكمل، بس لا تنتقل إلى آية أخرى، لا تنتقل إلى آية أخرى، نكمل هذا. تفضل تمام. الآن أنا بدوري أسألك يا الحاج أسد، لماذا الله قال يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله؟ ما قال لا تحرم، ما قال لا تحرم، قال لما تحرم، ما قال لا تحرم. أنا سؤال هذا لي، أنا أسألك. لا لا تحرف الآية ما علشان تسوقها في، قال لما تحرم. طيب الآن الله قال يا أيها النبي لما، ولما تعمل العمل لا هنا أيضا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ الآن لماذا فعل ذلك النبي؟ الآن السؤال، لو أقر الله فعل النبي ولم تنزل آية، هل كان العسل محرما إلى يوم هذا كون فعل النبي، كون تقرير النبي وفعله سنة؟ الآن أنا أسألك سؤال، لو النبي حرم العسل على نفسه، هل كنت أنت تقتدي بالنبي أو لا تقتدي بالنبي؟ سؤالي واضح، هل كنت تقتدي بالنبي بتحريم العسل أو تخالف النبي وتحلل العسل على نفسك؟ سؤالي واضح، هل تحرم العسل على نفسك وتقتدي بالنبي؟ يا عدت تظل تتكرر، خلاص انت ما عندك شيء، خلاص هدو الان استمعت لك وسجلت. طيب اول شيء اريدك ان تقر للجميع انه انت عندك في فكرك ان النبي قلب الحلال الى حرام. نعم اقر انه النبي قلب الحلال الى حرام. نعم اقر. طيب اكمل حتى اشرح لك. انا خلاص انا جاوبتك اقدم السؤال بعد ذلك افصل. خلاص هدو حقي أليس كذلك؟ هدو الآن استمعت لك إخواني أيها المستمعون الكرام، الله بعث لنا نبي حتى يعلمنا الحلال والحرام، وعند الأخوة أن النبي الحلال يقلب حرام والحرام يقلب حلال عندهم، هاي سجلوها زين. الآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا الحرام اللي أنت تقول قلب الحلال إلى حرام، هذا الذي فعله يستوجب العقوبة أو لا؟ نعم. شنو عقوبته؟ كما نزل بالآية كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كما أقره عندك الطوسي والطبرسي والطبطبائي. هدو يعني النبي الآن على تحريم العسل لو كفارة يمين أحل تحرمية الإيمان. هدو لا أنت الآن علماءك يقولون كما أنت تزعم أن علماءك اللي قالوا لا أنا أتركني من علمائك. شوف هربت إلى موضوعي، هربت إلى شوف هربت لأن سألزمك بأن تفتح أقوال علمائي بعد أن نتم الإلزامات اللي عليك. الآن أنت تقر أن علمائك ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أنا حرمت فعلي كفارة، من الذي قال حتى ناقشك على ضوء؟ النبي الله الذي قال. أطينا وين أنه النبي قال على أقرأها. لا أخونا أنت مو قلت بالقرآن، لا تهرب من الموضوع أرجوك. شوف لا تخلينا عاملك معاملة ثانية، نقاشنا ودي وحلو. اتفضل أن النبي جراء تحريم العسل فإنه يدفع كفارة، تفضل. حاضر أستخرج لك الآية يا مكرم، أنا مش حافظها أنا حتى ما أخطأ فيها. سورة التحريم يا مكرم، بس أقرأ لك الآية. بس يفتح جوجل ثواني يا أستاذ. أنا يلا ننتظرك. خلاص ننتظرك. طيب خلاص يلا اسمع معي بارك الله. أي تفضل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. مرضاته مو مرضاته، مرضاته مقر عدل. مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة مو تحلة يا رجل من مش متعلم القرآن. تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الآن ماذا قال العلماء؟ أن الرسول أصبر. نعم الآن تفسير الآية أنت قلت من القرآن وتفسير النبي، الآن عندك تفسير النبي ولا تفسير علمائك يفسرون؟ لا عندي تفسير النبي وعلمائك وعلمائي. لحظة اعطيني تفسير النبي تفضل. النبي كفر عن يمينه. السند الصحيح تفضل. السند الصحيح عندنا في البخاري بعد التحريم، عندنا في آية في البخاري. أقرأ من البخاري تفضل. آه
يلا حاضر، يعني اذا جيت لك من البخاري الان تقر؟ الان انا ادخل لا لان انا هذا لكن شو لكن يا رجل اسمع اقرا اقرا لا تصرخ بدات سادت اعصابك بدات تصرخ تفضل اقرا من البخاري تفضل لا تصير عصبي تفضل طيب حاضر الان لو استخرجت لك يا من البخاري ان الرسول استخرجها لطفا استخرجها لطفا لا تشاطر معي استخرجها يلا تفضل لا بدي شاطر معك بدي شاطر معك انت مش تتعبني ذي نص ساعه اقرا وادور بالاخر تقول لي انت كذاب لا, لا انت 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 وعدت وعدت ان تاتي من النبي محمد صلى الله عليه واله والان انتظر يلا يا رجل يا رجل الان لو اتيتك من النبي اما انا كذاب او انا صادق في حال كنت صادق ماذا ستكون موقفك انت تفضل ماذا ستقول تفضل لا ما بدي اتفضل اعطيني ماذا ستكون اما انا كذاب او صادق ان لا لا ان شاء الله صادق الا ما احضرها انا كذاب ان شاء الله انت صادق اسمع ان شاء الله ما هو هدوء 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 تدري ليش هدوء 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 ان شاء الله انت صادق احضرها وانا راح اقول لك شنو القضيه تفضل لا لا ما ادخل شنو القضيه انا مش مستني الزامك ولا مستني عقيدتك انا عقيدتك كلها لا تلزمني انا عندي عقيده اقرا من البخاري ان النبي ان النبي ان النبي دفع كفاره والله والله ما اقرا لك هرب هرب اخواني هرب شوفوا هرب هرب من كتابه هرب تفضل اقرا اي تفضل اقرا اي تفضل اقرا طيب أنا 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 لا أتيك من البخاري تأتيك بكتبك انتظر أهرب إلى كتبي لا 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 تقلت فيلم من البخاري لا 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 من البخاري لا 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 أنت قلت من شوف والله كلكم تهربون والله كلكم تهربون والله إنا نهرب والله موجود في الأرض خبزك اتفضل اتفضل اقرأها اتفضل اقرأها شوف 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 اقرأها من كتبك ماشي اي اقرأها اقرأها خلي تشوف الصحيح عندك وبعدين أمام الجميع سأتيح لك مجالا تقرأ من كتب الشيعة والله تفضل اقرا من كتبك اول شيء تفضل لا تقطع البث حاج اسد حاج اسد انا اتكلم من جوال اي تفضل اخرج مشان ادخل على جوجل تفضل اي تفضل حياك الله يلا انا منتظرك منتظر خلاص اقرا اقرا تفضل طيب اخوان انتظر يقرا من البخاري ان النبي تصدق واطعم 10 مساكين نتيجه العسل طيب الآن يأتي لماذا أقول هذا الكلام الآن أنتم تسمعوني أنا من ذاكرتي الآن ومن أراد أن أقرأ له لأنهم يقولون في تفاسيرهم يقولون أنه هذه الآية لا تشمل النبي محمد صلى الله عليه وآله لماذا لأنه الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلذلك هذه الآية ليست في النبي صلى الله عليه وآله هذه مقدم أن أقوله لكن خلنا نتفق اسمع يا مكرم طيب تفضل أقرأ أتيتك يا مكرم تفضل أقرأ أقرأ عن العسل أنه حدثنا يعقوب أيه. سنة ابن علي وين في أي كتاب في أي كتاب في أي كتاب رواية عن زيد بن أرقم سنة ابن علي في أي كتاب شو اسم الكتاب شو اسم الكتاب شو اسم الكتاب الكتاب شو البخاري 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 تفضل البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته والى منها فجعل الحلال حراما وقال في اليمين قد فرض الله لكم تحله ايمانكم هذا وين العسل لحظه وين العسل لحظه وين العسل انا شوف وين العسل تعطيك اسمعني حتعطيك الان تتكلم عن جاريه هدوء هدوء الان تتكلم عن جاريه لا تهرب الى موضوع ثاني انت قلت العسل طيب اعطيك العسل يلا تفضل اي تفضل أنا مسلوق قال ألا رسول الله عليه وسلم وحرم وحرم على نفسه العسل فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين هذا من قال من 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 يقول من يقول هذا من يقول من 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 يقول هذا أنا أقول من يقول وحرم على نفسه من من قال هذا الكلام وين بالبخاري هذا أصبر هذا الكلام بالبخاري ولا بالشرع بالبخاري أصبر أقرأ 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 أصبر 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 في أي باب 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 في هذا الباب أمامي هذا الباب أمامي أصبر هذا الباب أمامي هذا الباب أمامي الباب أمامي 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 تبتغي مرضات أزواجك وين الباب أول شيء يبدأ حدثنا أقسم بالله العظيم هذا موجود في البخاري أنه حرم على نفسه العسل وكذا أقسم بالله العظيم موجود في البخاري أقسم اقسم بالله العظيم موجود ولا نعطيك المصدر حتى لذلك تضرب اخماس بالاساس واقول لك انك تجهل ما في كتبك على ما في كتبك لا 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 اقسم اقسم بالله اقسم بالله ان هذا الكلام اقسم بالله انه الكلام اللي قراته من البخاري اقسم بالله اقسم بالله انه موجود في البخاري يلا انه النبي اعطيك المصدر ولا سبح يلا تفضل تفضل اقرا اقراه لا 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 اقراه قريته ما في داعي طلبت مني انا اقرا قريته اما نعطيك والله انا نعطيك حتى تبحث لا والله انا نعطيك خلاص ما اعطيك مجال خلاص
قريته واقسمت له ما قرأت ما يوجد الا ما قرأت ما حرم على, حرم على نفسي جاريه حرم على نفسي جاريه اه يا مكرم لحظه في اي باب في اي باب في اي باب يا مكرم في اي باب في اي باب لا ما اعطيك لا شوف انت تتهرب اذا تقول ما اعطيك اذا تقول ما اعطيك شوف اخواني هو ماذا يريد قرأ من شروحات الحديث من علماء الترقيعات ونسبه الى البخاري ولذلك يقول ما اعطيك لان يدري انا افتح البخاري امامكم على الشاشه حتجريه النص هذا اللي قال بي بانه تصدق بكذا وافق كذا وكذا قال هو قال في البخاري هذا النص هذا النص اللي ان النبي صلوات الله عليه واله تصدق واعتق تصدق واعتق هذا في البخاري في اي باب يلا هذا البخاري والله ما تدري ايش ما تعطيني لان تدري انه انت ما تقول الصدق ما اريد اقول كلمه اخرى والله ما تقول الصدق وتخاف ان تفتح البخاري واقرا انا للجمهور امامك هذا البخاري امامك يلا الان اقرا لي في اي باب في كتبك لا 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 تهرب شوف يريد يهرب في اي باب في البخاري هاي مجلدات البخاري امامك هذا ماشي قلنا اشتريت ووعدت انه نكمل البخاري ونعبر الى كتبي في اي باب في البخاري في اي باب في اي باب في اي باب في البخاري يا رجل عيب عليكم في اي باب حتى استخرج الكتاب امام الناس في اي باب تفضل ما بعلمك كتبي خليك انت علي اعطيك كتبك طيب اذا ما تعلم لاحظتم يا اخواني لاحظتم يا والله ما تقدر والله ما تقدر تفضل اقرا في اي باب وبهدوء اقرا اعطيني مجال انت تعرف شو قال علماء عن الرافضه لا اسمر الان راح هذا موضوع قال علماء عن الرافضه وما اعرف ايش هذا موضوع راح ينزلون مقطعك ويفضحوك تفضل قاعد اسمع في اي كتاب البخاري ذكر هذه المساله ماشي اشتم منا البكره في اي كتاب اخونا الحبيب شوف انت تقول كذاب وانا اقول اخونا الحبيب في اي كتاب في البخاري في اي باب حتى انا استخرج اما انا اعتذر او انت تعتذر امام الشاشه في اي كتاب في اي باب تفضل انا والله ما اعلمك والله لو يضرب راسك بالسماء لن اعلمك لا اعطيك المصدر لا اعلمك يا رجل اعطيتك سند واعطيتك لان ما موجود شوف لان ما موجود وانت تدري انه ما موجود وتدري انه اورطك وتدري ساقرا الحديث امام الجميع وتتورط والله لذلك اخواني في واحد يقول له ويدعي ادعاء من كتبه ويقول له اقرا المصدر من البخاري اللي هو كتابك يقول ما اعطيك طب ليش جاي تتناقش يا اهل السنه بالله عليكم اهؤلاء من يمثلونكم يا اهل السنه بالله عليكم اتفخرون بهؤلاء يا اهل السنه بالله عليكم اترفعون رؤوسكم بهؤلاء يا أهل السنة أنصفونا هذا كتاب البخاري بمجلداته الأربع أقول له في أي باب وفي أي كتاب وأنتم ترون الكتاب على الشاشة أضعه على الشاشة وأنا أقرأ كلمة كلمة هذا شيء جيد لأنه أنا سينكشف أنني لا أفهم ولا أعرف وهو أنه عالم اكشف جهلي للجميع وقل لي في أي كتاب في أي باب والله ما أعطيك طب ما تعطي ليش لأنك متورط ولا الأمر بسيط تعطيني وعند ذلك يتبين الأمر عن فلان حرم العسل وسكت ما موجود هذا الكلام شوف شيعي يقول له هذا الكلام في كتابك ما موجود وهو يقول موجود شو الحل كذبوا الشيعي اطيل كتاب هو يخرجه أمام الشاشة بسيطة حتى الشيعي يطلع كذاب ليش يهرب؟ عندك فرصة متأكد تقرأ من الكتاب إذا متأكد اكشف وعد الله للناس وخلينا نقرأ أمام الجميع أضع الكتاب لاحظتم يا سنة من الصادق من الباحث من المحقق ومن الذي يهرب من كتبه لاحظتم زين الآن تسكت حتى أعطيك الآن يقول أعطيك اسمع في أي باب شو اسم الباب ثواني شو اسم الباب شو اسم الباب شو اسم الباب اسم الباب شنو اسمه لا تهرب إلى موضوع واحد شوف يريد يهرب إلى موضوع آخر وما يعطينا حتى نفصل في هذه المسألة هذه آخر فرصة شوف سأقدمك بكل أدب واحترام وأعطيك آخر فرصة أيها المكرم المحترم
ما اسم الكتاب والباب في صحيح البخاري حتى يتبين من الصادق ومن الكاذب. تفضل بكل أدب واحترام. بكل أدب واحترام تفضل أعطينا المصدر. بكل أدب واحترام تفضل. أقسم بالله العظيم ثلاث سأعطيك المصدر والكتاب والباب لو جاوبتني. هل كتبي حجة عليك أم كتبك حجة عليك؟ فقط قل لي كتبي حجة عليك وأعطيك المصدر. طيب الجواب الجواب أنا أريد أن أعرف من كتابك من باب الإلزام لك، إلزام لك. أما كتبي خلي خدمك مو سألتني يا أخي. ما هي مو عصبية، هي مو صراخ. الآن شوف الشيعي يقول لك أخي افتح الكتاب والجمهور يرى، بكل هدوء وبكل أريحية أنت الكتاب أمامك اثبت كذبي. أنت قلت أنه النبي كفر بإطعام 10 مساكين نتيجة العسل، أريد نعرف هذا وين موجود في البخاري. بس تفضل قل لي في أي كتاب وفي أي باب تفضل. طيب ممتاز. الآن أنت أن كتبي تريد أن تلزمني. شوف اللف والدوران. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. يا رجل عيب، والله عيب عليكم، والله عيب. يعني أنتم وصلتم إلى درجة، وصلتم إلى درجة عندكم كتاب البخاري عار عليكم، عار تشعرون بالعار. الآن أنت تشعر بالعار. أخواني أوصلهم هذا البرنامج إلى أنهم يشعرون بالعار. هو ما يستطيع أن يفتح البخاري، لماذا؟ لأنه يلبسه العار. هذا كتاب العار، هذا كتاب العار، ما يقدر يفتح البخاري أمامي. يفتح البخاري في المسجد في الندوات، أما أمام الشيعي ما يقدر، لأن الشيعي يصيده، الشيعي يلزمه أكثر من هذا. أخواني وعد اللامي يقول لك ما دام تقرأ من الكتاب اقرأ وكذبني، اقرأ وكذبني. ليش تشعر بالعار؟ لأنك تعرف أن هذا الكلام غير موجود. والآن صوتي مسجل وصوتك مسجل، وسوف ينشرون الأخوة هذا الكذب. إذا ما طلعت تقرأ من ابن حجر ولا النووي ولا الشراح سوف ترى، سوف نضع الصور كاملة إن شاء الله حتى نفضحك على رؤوس الأشهاد.